فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنني شاب أعاني من الوسواس في طهارتي وصلاتي وعبادتي، حتى إنني أصبحت أعيد الصلوات، وأصبحت أشك بما أقول في صلاتي، وأصبحت أشعر بأنني لا خير في، أرجو التوجيه منكم. هذا علاجه بأمرين: الأمر الأول أن تراجع الطبيب النفساني، ربما عندك مرض نفساني ويجد له علاجا بإذن الله. الأمر الثاني أن تعالج نفسك بالأذكار والأدعية وتوكل على الله وترك الوسواس، لا تعمل به ولا تلتفت إليه، ارفضه رفضا تاما ويعافيك الله منه. نعم.